كشفت الفنانة مي عمر عن قيام المطربة أصالة بتسجيل أغنية تتر مسلسل نعمة الأفوكاتو الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024. نشرت مي عبر حسابها على انستغرام صورتين تجمعها بأصالة، وضمت الثانية إلى جوارهما المخرج محمد سامي والمنتج والمهندس الصوت هاني محروس داخل استوديو الصوت. وعلقت مي على أيقونة الشرق أصالة نجمة الوطن العربي أصالة، يكتمل مسلسل نعمة الأفوكاتو اللي مها سليم ومحمد سامي تعبوا فيه جدا. صولة عاملة أغنيتين، الأولى لدعاية المسلسل وهتنزل قريبا جدا، وهي أغنية الجوكر للشاعر حسن طنطاوي وألحان محمد وتوزيع خالد نبيل وميكسر العبقري هاني محروس. وتابعت وكمان عاملة أغنية التتر اللي من اختيار أخونا هاني محروس، وهي أغنية يا حظ من كلمات ملاك عادل وألحان مدين وتوزيع أماديو. بجد مبسوطة بالأغاني جدا، وأصالة إضافة كبيرة للمسلسل.